يقول الشيخ: وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء. شوف يا غلام، ها يقول يا غلام، ها يا غلام غلامي، يا غلام غلامي. المنادى مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، هنا لا يجوز أبدا أن تحذف الياء اللي هي في كلمة غلامي. طبعا كلمة غلامي احنا قلنا يجوز فيها ما شاء الله 10 لغات، يعني 10 لغات، لا 6 لغات، هنا لا يجوز إلا لغة واحدة فقط. يقول: إذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل يا غلام غلامي، لم يجوز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة فقط. يعني تقول يا غلام غلامي بإسكان الياء، يا غلام غلامي يا بفتح الياء، يعني لا بد أن تثبت الياء سواء كانت ساكنة أو مفتوحة، لكن لا تحذف. هذا ما أشاره الشيخ. يقول: وقد قرأت السبعة بهما في قول الله عز وجل: قال ابن أمة إن القوم استضعفوني. ابن أمة، ابن أمي، ابن أمة. طبعا قرأت حفص: يا ابن أمة لا أتأخذ بلحيتي. يا ابن أدى المنادى، هو يا حرف نداء، ابن منادى. هذا المنادى أضيف إلى كلمة اللي هي أم مضافة إلى ياء المتكلم، أصلها يا ابن أمي، فقرأ حفص يا ابن أمي، ها بالكسر مش كده ولا؟ شعبة قرأ يا ابن أمة بالفتح. فيقول الشيخ: وقد قرر بهم السبعة، يعني إذن يجوز 4 لغات: فتح الميم وكسرها، وقد قرأت بهما السبعة. قال ابن أمة ابن أمي، والثالثة إثبات الياء يا ابن أمي، يعني اللغة الأولى هتحذف الياء وتكسر الميم ابن أمي، اللغة الثانية تحذف الياء وتفتح الميم ابن أمة، اللغة الثالثة تثبت الياء يا ابن أمي، تثبت الياء وهي ساكنة. الرابعة تقلب الياء ألف، أو شوف يا ابنة عمة، أصلا يا ابنة عمي، قال يا ابنة عمة، فيا المتكلم انقلبت إلى ألف. هذه اللغات الواردة. يقول: وهاتان اللغتان قليلتان في الاستعمال، اللي هي يا ابن أمي، يا ابن أمي بإثبات الياء، ويا ابن عمة، يا ابن عمة بالألف. هاتان اللغتان قليلتان في الاستعمال. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت والضهر كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله